عايزين نتكلم كده يا دكتور على فكرة الانسداد الأنفي. يعني إيه أصلا انسداد الأنف؟ أي واحد مثلا عنده زكام شوية يتقال إن هو عنده انسداد أنف، ولا إيه المقصود بالمصطلح ده؟ طيب، هو لو بنتكلم عن انسداد الأنف، هو عادة بيطلق عليه انسداد أنف مزمن، يعني قصة مزمنة، قصة بتستمر فترة كبيرة تتجاوز أسابيع، مش فترة قصيرة يومين ثلاثة زي أي حد مننا بيجي له دور برد. انسداد الأنف المزمن هو عدم القدرة على التنفس من الأنف بصورة طبيعية زي أي شخص عادي، وده عادة بياخد له أسابيع كتيرة، ممكن تاخد شهور، في ناس بتفضل سنين على الحال ده. ودي مشكلة الحقيقة، لأن إحنا ربنا خلق لنا الأنف دي مش من فراغ، هو خلق لنا الأنف دي عشان نتنفس منها، وليها وظائف معينة في التنفس، واللي هي مسؤولة عن تنظيم التنفس أثناء النوم، مسؤولة عن تنقية الهواء، مسؤولة عن ترطيب الهواء اللي داخل الجهاز التنفسي، ليها وظائف كتيرة قوي. فأي حد بيبقى عنده مشكلة في التنفس أثناء النوم، أو مشكلة في الأنف، انسداد في الأنف أثناء النوم بالليل، ممكن يبقى عنده اضطرابات في النوم أو مشاكل في التنفس بوجه عام. يعني إذن حضرتك بتوضح أن الانسداد ده بيبقى عملية مزمنة مش لمدة يوم ولا يومين. بالظبط، أي حد بيجي له دور برد بيقعد مناخيره مسدودة يومين ثلاثة أربعة، وبعدين بتتفتح وبيخف. احنا بنتكلم عن انسداد اللي بيستمر أسابيع، انسداد أنف بيستمر أسابيع نتيجة أمراض مزمنة أو حساسية مزمنة أو تغير الجو أو حاجات الكتيرة اللي بتعمل انسداد في الأنف بيستمر أسابيع وفترة طويلة. هل بيكون انسداد كامل يا دكتور؟ يعني الشخص ما بيكونش قادر يتنفس خالص عن طريق الأنف؟ مش شرط، مش شرط. ممكن يبقى انسداد كامل، ممكن يبقى انسداد جزئي، ناحية واحدة بس المقفولة وناحية تانية شغالة كويس، وممكن يبقى انسداد مؤقت، يعني مناخيره مثلا تبقى كويسة على مدار اليوم وتتسد بالليل أثناء النوم. أيوه. أو العكس، أو وقت ما يصحى من النوم كمان مثلا، أو وقت ما يصحى من النوم، أو على مدار اليوم كله التنفس مش كويس، تنفس شغال بس مش كويس، مش 100%، حاسس ان مناخيره شغاله مثلا 30% او 40% من الطبيعي، اللي هو في سرسوب هواء كده صغير هو اللي داخل، حاجه صغيره خالص، ودي بتبقى مش كافيه ان الانف تقوم بوظيفتها، ومش كافيه ان احنا نتنفس بصوره طبيعيه او صوره سليمه. طيب ايه الاسباب اللي بتخلي الشخص يوصل لمرحله الانسداد الانفي؟ اسباب كتيره جدا. الاناتومي او تكوين الانف من جوه، تشريح الانف من جوه، الأنف بتاعتنا دي مش مجرد ممر بيعدي فيه الهواء وخلاص لغاية ما يوصل للجهاز التنفسي، لا، هي ممر فيه مسارات معينة للهواء، والممر ده فيه حاجات جوه اسمها غضاريف أنف، وفي حاجة في النص اسمها حاجز أنفي، كل دي مسارات معينة للهواء بيمر فيها. أي حاجة في مسارات الهواء دي تعمل زي كأنك عملتي عائق للمرور، كأن عربية عطلانة في الشارع، كأن في حاجة موقفة الشارع، فالهواء ما بيخشش بطريقه طبيعيه. ممكن الحاجه دي تكون مثلا اعوجاج في الحاجز الانفي، العظمه اللي في النص او الغضروف اللي في النص اللي اسمه الحاجز الانفي ده، ممكن يكون معوج شويه ناحيه اليمين او ناحيه الشمال نتيجه عيب خلقي او حادثه قديمه او كسر قديم، ده بيسد مجرى التنفس، بيخلي الهواء مش ماشي بطريقه كويسه. يعني الشخص اللي عنده اعوجاج في الانف بيبقى النفس عنده مش منتظم او في انسداد نوعا ما؟ بنسبه كبيره. لو اعوجاج داخلي في الحاجز الانفي طبعا ممكن يعمل القصه دي. لو في تضخم في غضاريف الانف السفليه بيحصل الكلام ده برضه، واشهر حاجه بتعمل التضخم ده هو الحساسيه المزمنه. استاذك يا دكتور نوضح كده اماكن الغضاريف، اعتقد ان في هنا غضاريف. الغضاريف دي عباره عن حضرتك عارفه كان رفوف طالعه من الحائط بتاع الانف. لو الانف دي عامله زي اوضه او قاعه، القاعه دي الحيطه بتاعتها في رفوف طالعه من الحيطه. الرفوف دي وظيفتها انها بتزود مساحه الغشاء المخاطي المبطن للانف اللي هو بيقوم بوظيفه الانف من جوه. لما الرفوف دي تتضخم عن الطبيعي او حجمها يزيد عن الطبيعي بتضيق المجرى اللي بيمشي فيه الهواء، وبالتالي بتعمل انسداد في الانف. تمام. حاجه تاني من الحاجات اللي بتعمل كده لحميات الانف او لحميات الجيوب الانفيه. لحميات الجيوب الانفيه هي زوائد لحميه بتطلع من الجيوب الانفيه بتسد برضه مجرى التنفس. في حاجة مشهورة جدا في الأطفال اللي هي لحمية في الأطفال. أيوه. لحمية في الأطفال، لحمية خلف الأنف في الأطفال، دي من الحاجات المشهورة جدا اللي بتسد مجرى التنفس في الأطفال. ودي مرتبطة باللوز كمان. مرتبطة باللوز. مش شرط تكون مع اللوز بس بنسبة كبيرة بتبقى معاها. ودي بتسد التنفس مع الأطفال بالذات أثناء النوم بالليل. الشكوى المشهورة جدا ابني بيشخخ بالليل وهو نايم، ابني مش عارف ينام كويس، ابني نومه مضطرب بيصحى كتير قوي وهو نايم بالليل. الشكوى المشهورة المنتشرة جدا في الأطفال الصغيرين. إذن إحنا اتكلمنا كده على دي الأسباب المباشرة اللي تؤدي في الآخر لأن الشخص يكون عنده شكوى انسداد الأنف. بالظبط.